حلقة جديدة من ضيف وحوار، حوار هذه الحلقة حول أبرز ما تتضمنه أعمال الفنان التشكيلي الكردي السوري فؤاد قمو، من قضايا ورسائل سردية في الفن والفكر والجمال. أحييكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا. أستاذ فؤاد، مرحبا بك، وأنت فنان تشكيلي مخضرم من جيل الستينات من القرن الماضي. يحلو للكثيرين من الوسط الفني التشكيلي أن يسموك شيخ الفنانين التشكيليين الكرد السوريين. أنت من مؤسسي الحركة الفنية التشكيلية فيما يعرف بالجزيرة في شمال شرقي سوريا اليوم. قضيت العديد من سنوات عمرك في البدايات خاصة أو ما قبل البدايات في مدينة عمودة. ما هي الحيثيات التي جعلت من عمودة مدينة النخبة الفنية والثقافية والأدبية؟ قد يبدو هذا السؤال مألوفا، لكن يبدو أنه يعني لم تتم الإجابة عليه حتى الآن بشكل كاف وواف وشاف. قد يكون لديك ما تضيفه إلى يعني هذه الحيثيات التي جعلت من مدينة عمودة مدينة النخب، خليني اسميها يعني. يعني كان من الممكن يكون السؤال، اولا استاذ كريم سعيد جدا بانه بحوار معك، وانا في الحقيقه من زمان ما عملت حوارات، واعرف سابقا لانه اعرفك من زمان تشتغل بالصحافه، واسئلتك كل سؤال يتضمن مجموعه اسئله مع بعضها، فارجوك خفف عني وخلي اسئلتك واحده واحده نروح فيها. يعني سؤالك الواحد يتضمن مجموعه اسئله مع بعضها. أنا أحب أعلق على فكرة طريفة، إنه شيخ الفنانين، أنا شيخ الفنانين صح بالمعنى العمر وليس بمعنى شيخ الطريقة أو شيخ المسيطر على الفن التشكيلي أو يعني من هون أنا أحب أكد على كلمة الشيخ. يعني صحيح كلامك وسؤالك صحيح، أنا بداياتي عندما بدأنا أنا ومجموعة من الفنانين، سأتي على ذكرهم طبعا بأسماء واحد واحد وأحكي عن تجربتهم شوي. يعني أنت سجلت ملاحظة أستاذ فؤاد، اسمح لي أنا كمان يعني أدخل شوي. أنا سألتك عن مدينة عمودة، أما الأجواء الفنية والأسماء الفنية اللي كانت سائدة في البدايات حتى يعني السنوات الأخيرة، سنأتي إليها فيما بعد لو سمحت. يعني طيب، يعني في بداية حدثك عن عمودة، يعني ليش العمودة يعني هي مدينة خليني أقول يعني أعطت أجيال من الأسماء التي لا يستهان بها سواء كان في الفن سواء كان في الأدب وفي الثقافة، يعني مقارنة بغيرها من المدن الأخرى في المنطقة. أستاذ كريم، لا شك أنه عمودة مدينة عريقة وقديمة تاريخيا، يعني قبل القامشلي وقبل المدن الكثيرة في الجزيرة، لأنه هي مدينة قديمة وهناك جذور عشائرية عميقة هناك، وهناك علاقة الأكراد، وكأنه هي عمودة وكأنه هي جمهورية مستقلة، حركة الناس حركة القرى مع عمودة، علاقة العشائر مع بعضها، هذا الطابع أغنى الحركة الفنية أو الحركة الأدبية الإبداعية. لا شك الغنى الاجتماعي والغنى البيئي يعني بيأثر على شخصية الفنان، والفنان يستطيع أن يستفيد من الغنى المتوفر هناك. فمن هنا يعني أنا عمودة، أهمية مدينة عمودة تأتي من هنا. وبالتالي أنا يعني أحب أحكي لك أنه ليش أنت يعني ربما سؤالك يبدأ بالطريقة التالية، أنه لماذا غالبية مبدعي عمودة فنانين تشكيليين؟ الفن التشكيلي ليش مزدهر بين الأكراد مثلا وفي عمودة خاصة؟ لكن هناك أسماء فنية تشكيلية أيضا غير الأكراد في المنطقة، يعني هناك عرب، لا شك لا شك، بس الأكراد كان الغالبية. طبعا هناك سر مقطع بحكم تركيبة المنطقة، يعني الكرد يشكلون الغالبية يعني بهذا المعنى أولا، ومن ثم النخبة الفنية شكلت الغالبية من بين المكونات. صحيح، بسبب الغالبية وسبب أن هناك نقطة كثير مهمة، الكردي لا يجيد العربية بشكل كبير، وبالتالي يلتجئ إلى الفنون اللي لا تحتاج إلى لغة.
لأنه أنت بتعرف اللغة العربية وإشكالات اللغة العربية وتعلم اللغة العربية وتعلم ماهياتها ومفرداتها، هي كنا نعاني من هذا الموضوع. وبالتالي كنا نلتجئ للفنون اللي ما بتحتاج إلى لغة. لهذا السبب التجأنا نحو الفن التشكيلي والإبداع الجمالي. طيب سيد فؤاد، يعني أنت من مؤسسي الحركة التشكيلية في الجزيرة السورية في الستينات، وبالتالي يعني هناك ما يعني يتجاوز نصف قرن من عملك الفني، من مسيرتك الفنية أكثر بقليل، وأنا قلت ما يزيد عن نصف قرن. يعني هل يمكن يعني إحصاء أعمالك الفنية؟ كم لديك رصيد من الأعمال الفنية التي أنجزتها منذ البدايات حتى اليوم؟ والله يعني أنت سؤالك كتير محرج. أنا لا أستطيع أن يعني أنا مو يعني ماني من الناس المنتجين كتير بشتغل، يعني مقل في إنتاجي. لا أعرف السبب، وأنا لا أرسم إلا لما بيلح علي الرسم يعني، وبالتالي وبسبب التنقل التنقلات التي تمت في حياتي لم أستطيع أن أنشأ مرسم خاص فيني وأظل في نفس المرسم وأظل بنفس المكان وأرسم وأستمر في الرسم. لا شك يعني، لكن ألقي ضوء على ما تاريخي ومرحلتي وشو مرحلة أنا مريت فيها، هناك صعوبة لأنه عن لا 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 ما عم أحكي عن 60 سنة من العمر، أنا عم أحكي عن يعني خليني أقول يعني إحصائيا أو تقديريا، يعني كم عمل فني لديك حتى الآن؟ يعني كم هو رصيدك الفني من أعمال فنية من لوحات؟ والله ما يعني بالضبط ما بعرف يعني، بس طيب. أنا اشتغلت في الصحافة واشتغلت جرافيك واشتغلت أغلفة كتب واشتغلت رسومات للدواوين الشعر لبعض الشعراء، يعني مجموعة إعلانات يعني، وكنت أترك العمل الفني الإبداعي إلي بشكل خاص. طيب يعني أنتقل معك إلى نقطة أخرى، طالما أنت ليست لديك فكرة واضحة عن رصيدك من أعمال الفنية حسب ما فهمت، طيب المعارض التي أقمتها يعني كانت فردية أو جماعية؟ تقصد هذا؟ وأعود معك منذ البدايات، منذ أول معرض أقمته في دمشق بعد 67 مع الفنان التشكيلي الراحل عمر حسين. سؤال دقيق، أنت تقصد المعارض اللي سويتها؟ أنا في الحقيقة يعني كنت أحب أتحدث عن التجربة الفنية هناك وما هم الفنانين اللي كنا نشترك ونعمل معارض ونشتغل في الفن، لكن الآن أنت جيت علي بشكل خاص سأجاوبك بالجواب اللي يخصني. عام 1968 كان أول معرض مهم بالنسبة لي في مركز ثقافي في الحسكة. في الحسكة. نعم. وطبعا يعني 18 سنة شاب عمره 18 سنة ما زال في الثانوي يقيم معرض، كان وقتها يعني يعتبر شغلة غير عادية. يعني انه كيف عرفنا ما هو الفن وما هي اللوحة وكيف يعني، كان اعلام ما بيصلنا، حتى التلفزيون وقتها ما كان موجود في سوريا. يعني ما في سوريا موجود لكن ما كان بيصل البث لمناطقنا. وبالتالي كنا قليلين، ما في وفرة من المعلومات عندها لحتى نطلع شو في تجارب فنية، شو في فنانين في العالم، شو في إلا نادرا وكتب قليلة ومطبوعات، ولما كنا نحصل على لوحة مثلا لبيكاسو أو لوحة فنية كنا كلنا نحتفظ فيها أو نوزعها على بعض أو كنا نتفرج عليها. يعني من هون بدأت المسألة. بدايتي كان 1968 أول معرض فني إلي. يعني تفضل. ثم تتالت المعارض واشتراك في عدة معارض وحصلت على جوائز في معارض الفنانين الشباب في سوريا. وبعدين انتقلت في عام 1973 وقمت أنا والفنان المرحوم عمر حسيب ومن الفنانين المؤسسين معنا أيضا في هذه المرحلة أقمنا معرض في دمشق. يعني هل هذا المعرض اللي أقمته في دمشق مع عمر حسيب هل يعد بمثابة البداية الحقيقية التشكيلية لفؤاد قمو؟ لا شك، أنت يعني أنت بتعرض في
في العاصمة، والعاصمة لها جمهور فني متزوق ويعرف ويفهم في الفن. فكنا متوجسين نفهم أنه شو رأي الناس في أعمالنا، لأنه ما فينا نقرر أنه لأي درجة نحن واصلين وحققنا أشياء جمالية في الفن التشكيلي. وبالتالي كنا ننتظر الآخرين شو يحكوا معنا، شو يناقشونا، كيف يناقشونا، كيف ممكن نوصل للنتيجة بيننا وبين نفسنا أنه نحن في طريق الفن. يعني هذه كانت أول إطلالة لفؤاد قمومة عمر حسين في دمشق في العاصمة السورية. الأجواء في هذيك الفترة، يعني الأجواء الفنية ما تعلق خاصة بالفن التشكيلي على وجه الخصوص، يعني تقصد الفن التشكيلي السوري؟ نعم. يعني كان هناك مجموعة من الفنانين السوريين، كانت الكلية الفنون الجميلة في بداياتها لسه ما كان هالزخم العجيب. ويعني الآن لما بتصير مسابقة الفنون الجميلة في كلية الفنون الجميلة، سابقة الانتساب لكلية الفنون الجميلة، تلاقي ناس كتار بالآلافات تقدم. قبل ما كان فيه، يعني قبل بتقدم 100 واحد وبيقبلوهم فورا. يعني فمن هنا جاءت فكرة أنه شباب الجزيرة بدأوا يتوافدوا لدمشق ويسجلوا بكلية فنون الجميلة. طبعا بعد المرحلة اللي نحن فيها، بدأت هذيك المرحلة يعني في الثمانينات أعتقد أو قبل بكم سنة، بدأوا يتوافدون بكثافة إلى دمشق ليدرسوا كلية فنون الجميلة. من بين هذه الأسماء، يعني على سبيل المثال، يعني من الأسماء التشكيلية التي أثبتت ذاتها فيما بعد، يعني يعني هيك إحصائيات صعبة شوي، لكن سأتحدث أقول لك كم شغلة. أولا، أول خريج من كلية فنون جميلة من الجزيرة السورية، وبشكل خاص يعني خليني أقول فنان كردي، هو منير عبد المجيد. ثم تحول منير عبد المجيد إلى الصحافة واهتمامه بالسينما وأهمل الفن التشكيلي. وبعدين بيجي مجموعة من الفنانين، أسماء أخرى مثلا، أسماء مثلا رحيمه أحد الفنانين المهمين، زبير يوسف نحات، يعني في مجموعة من الفنانين لا أذكرهم بالضبط الآن، يعني محمد صالح، موسى، يعني هناك مجموعة من الفنانين في حسو هو وأخوه، يعني هناك مجموعة من الفنانين تخرجوا ولهم لا يستهان فيهم. يعني يعني طبعا هناك أسماء أخرى كبيرة حقيقة، يعني في المشهد الفني التشكيلي السوري من الأكراد، من الكرد، يعني مثلا بشار عيسى، عمر حمدي مالفا اللي سجل بصمة يعني في الفن التشكيلي السوري. حقيقة أنت سألتني على الأكاديميين، لكن حجاوبك الغير أكاديميين. لا، أنا سؤالي هو يعني هذه الأسماء الكبيرة التي يعني سجلت بصمات مثل ما قلت، يعني وضعت بصماتها الفنية، هي لم تكن خريجة من كلية الفنون الجميلة بجامعات سورية مثلا. نعم، هنا سأتي على نقطة كثير مهمة اللي بتأكد التجربة في الفن هي أهم من الدراسة، لأنه أنت في منطق العقل واليد والمهارات البصرية، وبالتالي هاي المسألة تحتاج إلى تدريب طويل. هذا التدريب الطويل هو اللي بيسوي منك، يطور لك رؤيتك، يعطيك بعد إنساني آخر، يمنحك تصورك الجمالي. التجربة هي اللي شكلت فنان معين. فنأتي مثلا من الفنانين المهمين جدا، عمر حمدي وبشار العيسى وعمر حسيب وحسن حمدان، و هذول ما دخلوا الكلية، لكن هم ليس أقل من دارسي الكلية إمكانياتا، بالعكس تفوقوا عليهم، لأنه عاشوا تجارب خاصة في، يعني عاشوا في مخبره الخاص، مخبر اللي هن يتعلموا فيه كل يوم. فكنا نتعلم من بعض، كنا نتعلم الخط، نتعلم الرسم المائي، نتعلم الرسم بجميع أدوات اللي متوفرة للرسم. ما بقينا في يعني مثلا برسم بالمائي أو برسم بالزيتي أو برسم، كنا نبدأ أيهما خطنا الخط والدراسات في الخط، أيهما يستطيع أن يكون، يعني المتانة في الرسم تبدأ من البدايات في تعلم الرسم الحقيقي، وليس أنه أبدأ في التجريد من دون أن يكون عندي أسس واقعية في الرسم. التجريد حتى أنا بالنسبة لي أقدر أنا
أحكي عن لوحة أو أشوف لوحة وأقرر أنه صاحبها حتى ولو ما بعرف شو اسمه بعرف صاحبها أنه رسام واقعي أم لا، لأنه بيبين من توزيعه من مفرداته اللي على اللوحة بيبين أنه هذا كان في الأصل رسام واقعي متين. والواقعية في الرسم هي أن ليس الواقعية التسجيلية أقصد، الواقعية التي تمنح العمل الفني في تسجيل جزء من الواقع، يعني ليست التسجيلية الحرفية. فهناك الانطباعيين وهناك الواقعيين وهناك يعني طلع منا يعني كلاسيكيين. فأهم الفنانين مثل ما حكينا بشار وعمر حسيب وعمر حمدي وحسن حمدان ومجموعة من طيب. الشباب الموجودين هيك. طيب هل توافق على تصنيف أو تبويب أعمالك الفنية من حيث الموضوعات، من حيث القضايا، من حيث الأفكار، خلينا نقول من حيث الرسائل التي تود أن توجهها عبر العمل الفني، على خلفية بأن للفنان رسالة يقدمها، للفنان مقولة يريد أن يطلقها، وبالتالي يعني السؤال هو شو أبرز القضايا والأفكار والرسائل اللي أنت قدمتها منذ البدايات حتى الآن عبر أعمالك الفنية؟ أحب أوضح شغلة أنه اللوحة هي ليست مقالة سياسية، هي ليست مقالة تكتب لشرح واقع معين، هي حمل الواقع بكل جمالياته إلى رؤية بصرية. وبالتالي لا تجد في اللوحة، يعني لا يجوز تحميل اللوحة مضامين فلسفية أو سياسية أو بعمق آخر أو كذا، لكن اللوحة هي اللي بتفرض نفسها، هي بتقول أنا لوني من لون الجزيرة السورية، من أنا عملي من طبيعة الجزيرة السورية. يعني العمل هو بيفرض حاله كبيئة، هو بيعتبر جزء من بيئته اللي هو إجا منه العمل، وبالتالي الفنان أقصد يعني. لكن هذه الأعمال يعني رغم ما قلت لابد إنه هذه الأعمال تتضمن أفكار، تتضمن قضية معينة ربما، يعني هل هناك عمل فني بدون قضية، بدون فكرة، بدون رسالة مثلا؟ أنا لم أقصد ذلك، أنا لما قلت إنه اللوحة تحمل طبيعة البيئة اللي اللوحة هي جاي منها. طيب لو نسقط، لما أنا بحمل طبيعة اللوحة، معذرة، لما أنا بحمل اللوحة تبعتي، لما بتحمل طبيعة البيئة اللي أنا جاي منها، فهذه لوحة هي بجدارة بنت البيئة اللي اجت منها اللوحة. وبالتالي هون السر الجمالي في العمل الإبداعي يعني. لكن في بعض المواضيع كنا نرسمها لا شك، يعني مثلا القرى الجميلة اللي عنا، الحصاد، حاملات القش، عازفين ناي، هاي القضايا كنا نهتم فيها يعني في البدايات. مثلا على التنور كنا نرسم هيك يعني أرضية النساء الكرديات المزركشة، يعني كانت اللوحة من البيئة، تسجل مو تسجيل حرفي، لكن البيئة مؤثرة علينا لدرجة ما بنقدر ننتج غير لوحة العلاقة ببيئتنا اللي احنا جايين منها. هي النقطة الفاصلة بين العمل الفني ولما أحول العمل الفني إلى مقالة سياسية. طيب يعني بمعنى أنك يعني اللوحة أو العمل الفني محمول بالبيئة بدون يعني مجرد رصد للبيئة الشعبية والبيئة خليني أقول العمرانية مثلا مثل ما تفضلت يعني أنت رسلت نعم مثلا نعم القرى تبعتها إيه؟ إيه نعم القرى الطينية ولا كذا. طبعا أنت عم تسجل بيئة. وبالتالي خليني نبهك على نقطة كتير مهمة يعني سمحت لي. تفضل. أنا ليش بيقولوا الفنان صادق مع نفسه؟ أكون صادق مع نفسي لما تكون لوحتي متأثرة بالبيئة اللي أنا جاي منها، ليس على مستوى الموضوع فقط، وإنما على مستوى اللون، على مستوى المفردات، على مستوى الإبداع، على مستوى تكوين اللوحة، على مستوى يعني
كل بيئة لا لوحتها يعني إنشاء الفنان أم أبا. طيب. إذا كان صادقا مع نفسه وما بيئته. طيب يعني للتعبير عن أي موضوع سواء كان بيئة أو غير بيئة هناك يعني بتعرف أنت بالفن التشكيلي هناك تيارات هناك مدارس فنية يعني لمجرد إلقاء نظرة على بعض أعمالك المعروضة هنا الآن يبدو هناك توجه أو تحولات من الواقعية والانطباعية إلى التجريد مثلا يعني يعني عملية خلط المدارس والتيارات لا الفنية. لا شك أستاذ كريم بدي استوقفك هون تفضل إذا سمحت. لا شك مع التجارب الطويلة في الفن والرسم كثيرا الإنسان يلتجئ يعني دون أن يدري أو دون التأثير صار بده ينتقل للتجريد. التجريد هو ليس جاي من فراغ يعني التجريد هو الاعتماد على الذاكرة اللونية اللي أنت خزنتها لكن في التجريد يجب أن تجد علاقات تكوينية علاقات جمالية لحتى العمل التجريدي يكون له قيمته له أساسه له حضوره لكن أنا ما زلت ميال إلى الانطباعية أسجل الطبيعة لأنه الطبيعة غنية باللون وأنا أحب اللون ولما أقلق بلتجئ إلى التجريد. طيب في هذا الاتجاه تماما يعني ما بين التيارات الفنية وما بين المواضيع التي يتم التعبير عنها من خلال هذه التيارات الفنية يلاحظ لمجرد إلقاء النظرة على أعمالك بأن هناك تقريبا يعني شبه غياب لموضوع المرأة يعني المرأة هي موضوع ربما يعني يتناوله الكثير من الفنانين التشكيليين نعم وبصورة نعم قوية جدا يعني نعم أحيانا نعم وبصورة مبالغ فيها نعم نعم أنت ليش هذا الغياب يعني؟ سؤال دقيق وأنا كثير لي رأي خاص في خصوصية بهذا الموضوع. تفضل. أي موضوع فني أو أي موضوع إنسانية تأكد عليها هذا دليل أنه في عندها مشكلة في هذه القصة هي وأنا لا أعتبر عندي مشكلة مع المرأة. المرأة أنا مثل ما بيقولوا فلان صديق البيئة أنا صديق المرأة وبالتالي لما أرسمها بعمل حالة مميزة. ليش ما برسم الرجل والمرأة يعني ليش ما برسم الرجل شو الفرق يعني وبالتالي المرأة بالنسبة لي كيان مثلي يعني كيان لما بأكد عليه وبدي أرسمه فهذا يعني أنه عم بعمله تمايز. لا شك جسد المرأة جميل وتفاصيل جسدها جميل وشعرها جميل وجماليات خاصة في المرأة لكن أنا ما اتجهت هذا الاتجاه. يعني يمكن أن يفهم من كلامك بأنك توجه اتهام للفنانين التشكيليين الآخرين في قضية المرأة أو في موضوع المرأة في أعمالهم الفنية. والله أنت يعني أنا بالنسبة لي أستاذ كريم يعني سؤالك كثير حساس هذا ويحتاج لوقت طويل حتى أشرح لك وبالتالي أنا نحن في برنامج سريع يعني ما مو لهالدرجة. عندما تؤكد على فكرة معينة هذا دليل على عندك مشكلة بينك وبين بين نفسك مع هاي المشكلة. المرأة إنسان وكيان. أنا لما بدي أقعد أرسم ليلة نهارا المرأة وأعمالي كلها تحت يعني تقدر تقول لي شو معنى هذا الكلام؟ أنا المرأة أنا المرأة صديقة الحياة عندي أرسمها. ليش ما برسمها؟ أنا رسمت مموزين رسمت كذا لكن المرأة ليست موضوعة بالنسبة لي. كان ممكن سؤالك تكون بالشكل التالي إنه ليش ما بترسم العري؟ لا أنا ما ليش ليش أنا المقصد. ما اتجهت نحو العري. السؤال هو ليس لأنه الفنانين التشكيليين يرسمون الجسد المرأة فقط كون المرأة لديها أيضا قضايا يعني لديها قضايا ظلم قضايا اضطهاد قضايا تهميش قضايا لا مساواة مع الجنس الآخر في خاصة في مجتمعات المنطقة يعني المرأة لحالها هي موضوع برمته يعني بمعنى لا يعني شك. فكيف إنه لا شك وبالتالي أنت ليش عم تأخذ الموضوع من زاوية معينة بالنسبة للفنانين التشكيليين الآخرين الذين يتناولون موضوع المرأة وأنت تحصره فقط في قضية الجسد مثلا؟ لا أنا ما اعتبرته خطأ يعني لكن أنا هيك وعي هيك فهمي هيك بتعامل مع الفكرة هاي يعني طيب. أنا لا أحب أكد على شغلة يلي هي جزء من الطبيعة وتأكيدي عليها يعني هي مزهرية اللي أرسمها مثلا يعني أنا بقع بهذا الإشكال لما بدأ في رسم المرأة لكن طبعا بحب ألامح المرأة وبحب أرسمها وبحب أرسم شعرها المنسدل الجميل وبحب زخرفة ثيابها وخاصة المرأة الكردية بثيابها المزركشة الجميلة جدا
طيب خليني أرجع معك أستاذ فؤاد إلى عمودة مرة أخرى. تفضل. هناك يعني ما حصل في عمودة عرف بحريق سينما عمودة في الستين، في عام الستين من القرن الماضي. أنت كنت طفلا حين ذاك وكنت من بين الذين تواجدوا داخل سينما عمودة خلال الحريق. أنت تعد إذن من الناجين من سينما، من حريق سينما عمودة. ما تأثير هذه الحادثة وربما يعني لديك بعض التفاصيل التي عشتها أنت في هذه الحادثة التي يعني يشار إليها بالبنان منذ عقود من السنوات، وهناك ربما يعني لغز وراء حريق سينما عمودة لم يحل بعد حتى هذه اللحظة؟ والله أنا هنا لست لأحل لغز سينما عمودة، لكن أستطيع أن أحدثك كفنان وتأثير سينما عمودة على شخصيتي وتكويني كفنان. عمودة في عام 1960 مجموعة من الأطفال يلي بقدر عددهم شيء 550 طفل ذهبوا إلى السينما بمناسبة ثورة الجزائر وأخذونا من مدارسنا إلى السينما. فلما حضرنا السينما ببداية الفيلم احترقت السينما، وكان ضحية السينما 283 طفل كردي من جزيرة سوريا. حصرا كانوا من الكرد؟ حصرا، ويعني واحد بالألف ممكن يكون عربي بيناتهم. تفضل. يعني إذا ما عندك شو الأفكار الإضافية عن لهذا المشهد الدرامي المأساوي؟ لا شك مشهد مرعب. شفته بعيني وعشته وتألمت منه وهربت من الحريق، وظلت يعني سنوات من طفولتي يلاحقني المشهد، وحد الآن أحيانا بحس أن هذا المشهد بشكل أو بآخر يأتيني هذا المشهد، لأنه ليس من السهل أن تجد نفسك بين أطفال يحترقون والدخان عم يفوت على حناجرهم البريئة الطرية وعم يختنقوا، والكل يجاهد ويصرخ من كيف بده ينقذ حاله. وبالتالي هي كارثة كانت على عمودة، لأنه ليس من السهل مدينة صغيرة في شمال سوريا يكون 203 أهل هاي المدينة يفقدوا 233 طفل، 83 طفل من 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 سكانها، وبالتالي ما ظل في شباب، يعني جيل كامل راح. تأثيره علي كفنان أنا صحيح يعني لابد أنا أشرب هاي البيئة اللي عشتها بعد السينما وشو تأثيرها، وويلات الأمهات وأصوات الأمهات في الشوارع وهي تصرخ، وتشوف الأمهات الكرديات قاعدين على أبواب البيوت في الشوارع وكل واحدة تحكي قصتها وقصة ابنها، ويلات يعني عم يعني كارثة كبيرة في الحقيقة جد بالنسبة للأكراد. على كل حال لديك عمل فني عن حريق سينما عمودة وهو متمثل في هذه اللوحة، وأرجو من الزميل المخرج أن يركز على هذا العمل. ما بعرف ما يعني ماذا عن هذا العمل اللي جسدت فيه انت حريق سينما عمودة؟ من احدى طرائف المسألة انه من فترة بحثت عن سينما عمودة باللغة الإيطالية وطلعت معي جريدة راسمها فنان إيطالي عند سينما عمودة. فلما أنا قارنت لوحتي مع لوحته عند سينما عمودة، طبعا أنا لأول مرة بشوف الفنان بعرفه يعني، بس هو فنان شهير، فلاحظت أنه في تشابه عجيب بين اللوحتين. تتذكر اسمه أستاذ فؤاد؟ عفوا لا لا أذكر اسمه بالضبط. طيب. يعني تعرف الأسماء الإيطالية صعبة شوي. لكن هو مو رسام لوحة هو اللي حتعرفه يعني، ما عنده، هو رسام جريدة بس رسام واقعي متين يعني. فراسم اللوحة، ولما أنا شفت لوحتي ولوحته حطيتهم، أنا حتى نشرتهم مرة مع بعض، إنه هاي اللوحة الإيطالية وهاي اللوحة، لاحظوا التشابه بيناتهم.
أنا لا أستطيع أن ألم بجميع التفاصيل، الأطفال كيف احترقوا، كيف دخان فات إلى حناجرهم بالطرية، وكيف كانوا يصرخوا والنار عم تصعد بكل مكان. ما أقدر أسجله، لا أستطيع أن أسجل هاي التفاصيل الدقيقة اللي مرعبة يعني. فجاء بالنسبة إلي لعمل تجريدي يحمل مكنون هذه الكارثة التي حصلت. أنت بتتذكر لحظة وقت يعني تم إخراجك من حريق السينما؟ تتذكر هذه اللحظة؟ نعم نعم أتذكر بعض التفاصيل. يعني مضى على الحدث. لم أستطع أن أنسى، أستطع أن أنسى هذه التفاصيل الدقيقة لشو حصل معي، لكن ليس بكل التفاصيل. طيب. هناك أكيد نسيت تفاصيل يعني كثيرة. المزاج الكردي العام في المنطقة وبحسب بعض المشاهدات التي رويت يعني أكثر من مرة بأن يعني حريق سينما عمودة كان عملا مدبرا، طبعا ما راح نروح كثير في هذا الجانب، بس مجرد إشارة وإجابة منك على السريع، هل كان فعلا عملا مدبرا أم ما بعرف، يعني أنت شو رأيك يعني حسب ما يشاع؟ خليني أقول أخي كريم، هذا موضوع يحتاج إلى بحث جنائي لحتى أتأكد أنه مدبر أو غير مدبر. طيب. وأنا لست بصدد هذا الجواب يعني. طيب. لكن لا شك أنت كان لازم تكون كدولة أو كمشرفين تنتبهوا أنه ما تدخلوا 550 طفل إلى السينما وتحشرون في 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 عرض واحد. عملوهم على عرضين ثلاثة وكلهم أولاد صغار، واللي عنده مقاعد مقاعد، واللي واقف أولاد صغار يعني بالعشر سنوات وثمان سنوات وإحدعش سنة، ليس أكبر يعني. يعني كان ممكن ربما صار حصل تماس كهربائي مثلا أو أي شيء. هو اللي حصل طبعا بعرف شو اللي حصل، صار في احتراق في المحرك اللي محرك اللي بيحرك الفيلم واللي فيه ضوء قوي، بتعرف أن البروجيكتور تبع الضوء هذا هناك حصل الحريق الأساسي. على كل حال هذه المسألة مصدر الحريق من هناك من غرفة ماكينة العرض. هذه يعني هذا السؤال لم تتم الإجابة عليه بعد حتى اللحظة بشكل واضح وبشكل موثق، يعني تبقى المسألة مسألة شكوك وتخمينات. يعني ربما يعني هذا أجواء المؤامرة وأجواء مدبر أو غير مدبر كذا، ربما يقودني إلى سؤال آخر حول الأجواء السياسية في عمودة في تلك الفترة. لا شك كانت الأجواء السياسية سواء يعني الأكراد كان في مرحلة استيقاظ جديد وفهم، والكل يحاول يفهم قضيته، و يعني نحن مثل ما بنعرف أنه كان الحزب الشيوعي أيضا كان في عمودة قوي، يعني نشاطه واضح، والأكراد كمان يعني كانت مرحلة سياسية عمودة تغلي بالفهم والوعي السياسي والنقاشات وفي أنت بتعرف أنه عمودة مشهورة بالمقاهي، وبالتالي كان يقعدوا في المقاهي ويناقشوا كل المواضيع اللي ممكن تهم بلدهم وتهم قضيتهم الكردية وما إلى ذلك. طيب راح تضل معك في عمودة، والعودة إلى بداياتك الفنية، هذه البدايات كانت قبل حريق سينما عمودة أم بعد حريق سينما عمودة؟ بنفس المرحلة. أنا كنت عم قلد فنان اسمه إبراهيم عيسى، برو، يلقب ببرو، كان يرسم أفيشات سينما، فأنا تأثرت فيه وكنت أوقف جنب دكانه، ودكانه كان يطلع على الشارع بباب مفتوح، وكنت أندهش بألوانه العجيبة والأحمر والبرتقالي والأصفر، وكنت أتفرج عليه لدرجة أنه كان يطرد الأطفال، لكن يعني لما شافني أنه كتير ملح أشوفه كل يوم فقال لي أنت خليك واقف جنب الدكانة معلش سمح لي أتفرج على ألوانه، لأول لاحظ علي أنه كتير مهتم. فهو كانت بداياتي هناك في تعلم اللون والرسم، وبدأت أنا أقلده أرسم رسومات اللي هو بيرسمها. لأي درجة هي رسوماتي جيدة ولا غير جيدة مو مهم هون، المهم أنا خلق عندي هذا الدافع في عملية الرسم. يعني بهالفترة أنت شو أول عمل حاولت ترسمه مثلا يعني أو رسمته يعني؟ خليني أذكر طبعا تذكر. أذكر كانت منقول عن سجادة، و كان يعني جزء هلا بالبيوت الكردية موجودة هاي السجادة، مرسوم عليها غزال
وخلفها طبيعة وهيك، فرسمت هاي اللوحة وقلتها، فاندهشوا انه كيف على كرتونة قدرت انقل هاي هذا اللوحة على الكرتونة، كرتونة بحجم شو اسمه بالالوان المائية، بالالوان المائية. طبعا الزيتي وقتها ما كنا نعرفه يعني، ولا نعرف شو ماهيته، بجوز بعمودها كلها تدور ما تلاقي ماسورة لون زيتي. انت قلت قبل قليل بانك من جملة الفنانين التشكيليين في المنطقة ذوي الانتماء الكردي، لجأتم إلى اللوحة التشكيلية لأنها لا تحتاج إلى لغة كتابة بمعنى يعني، وبداياتك هذه تقاطعت مع مرحلة ثم تلتها عقود متتالية من ضغوطات فرضت على اللغة الكردية كجزء من الهوية الكردية في المنطقة. يعني أنت بالنسبة لك يعني شو ماذا عن هذه الأجواء في تلك الفترة؟ كانت هناك قيود وضغوطات على اللغة الكردية، خاصة إذا ما تحدثنا عن المدارس، يعني كانت نعم يعني يدرس فيها باللغة العربية الرسمية الوحيدة، وأنتم ككرد يعني كانت لغتكم هي يعني اللغة الأم، ولم تتكلموا العربية وما بتعرفوا العربية إلا بالمدرسة تعلمتوا. معاناة حقيقية صديقي الكريم، معاناة حقيقية أنت تكون لغة الأم وعند عمرك 7 سنوات وبتفوت أول سنة بالمدرسة ولا تعرف حرف عربي، معاناة حقيقية بالنسبة للطفل. لاحظ أن الطفل يدخل المدرسة والأستاذ يحكي معه عربي وهو يعني لا يعرف يجاوب، ما بيفهمش، ما مدى القلق اللي بيعيشه هذا الطفل تجاه هذا الأستاذ، ما مدى يعني الارتباك اللي بيعيشه. ومن هنا بدأت تجربة الإنسان الكردي مع اللغة العربية. اللغة العربية يعني كلنا بنعرف انه مسألة لغة العم الأم عند الإنسان مسألة مهمة جدا يعني، لأنك بتعبر بالنبرة بالصيغة اللي علمتك أمك اللي رضعتك فيها من لغتك الأساسية. وبالتالي عندما تتعلم لغة تانية مهما كنت مبدعا يعني أنا عندي مأخذ كبير على الكتاب العربية، مهما كنت مبدعا في اللغة العربية، يأتيك واحد بدوي لا يجيد القراءة والكتابة، عندما يتحدث العربية يتحدثها بجبلية وبطلاقة لأنه ابن لغة أمه. وبالتالي نحن كمان نحرمنا من لغة أمنا، وبالتالي كان الفن التشكيلي والموسيقى هما ملجأنا الأول لحتى نعبر فيه عن ذاتنا، لأنه اللغة الكردية ما فينا نعبر فيها بسبب محرومين منها، واللغة العربية لا نجدها بشكل جيد، فالتجأنا إلى الرسم والموسيقى، لأنه الرسم هو تعبير عن مكنوناتك بدون لغة. وبالتالي بنلاحظ أنه مجموعة كبيرة من الفنانين الكرد هم كتار في الجزيرة السورية بسبب هذه المسألة، هذه اللقطة المهمة جدا، منيح أنه نبهتنا عليها. يعني أنت هلأ عم تحكي عربي جيد وبتحكي لغتك الأم الكردية كمان بصورة جيدة، يعني ليس الكل يتحدث مثل العربية يعني. طيب يعني هل حالة القيود والضغوط ومنع اللغة الكردية، خلينا نقول يعني بشكل في العديد من المراحل يعني تم منع هذه اللغة الكردية في المنطقة، هل يعني هذه مثل هذه الإجراءات يعني أحدثت لديكم حالة تشبه بحالة الغربة، خلينا نقول أنت بتعرف أو الاختيار؟ أستاذ كريم أنت بتعرف أنه الحكم كان بيد البعث، والبعث حزب قومي لا يسمح بأي قومية أخرى أن تتنشط بيناتها، وبالتالي كان يحرمونا من اللغة، ممنوع عليك تحكي باللغة في حتى في باحة المدرسة ينبهونا أنه في باحة المدرسة كمان لا تحكوا كردي، في الباحة المدرسة ليس بالصف يعني. في الباحة في دوائر الدولة ما كنت تقدر تحكي كردي، كمان كانت ممنوعة. يعني زي أنت مثلا رايح تعمل مراجعة مع صديقك أو مع أخوك، تراجع لما تحكي مع أخوك إنه والله شو اسمك، يقول لك احكي عربي. يعني معاناة بالنسبة للإنسان الكردي، يعني معاناة، لكن كانت نابعة من مفهوم شو فيني عربي. لكن الآن تعرف العصر بيتغير والأكراد صار عنده مدارس بلغتهم طبعا الحياة تغيرت، الإنسان صار يستحي يوجه لوم على قومية أخرى بالطريقة الفجة مثل ما كان سابقا. يعني عصر الشوفينية، القومية الشوفينية انتهت، يعني ما عاد حدا يقدر يقبل المفهوم الشوفيني في القومية. يعني كل هل
الأجواء اللي أنت حكيتها هلا، هل كان لها الطريق إلى ربما يعني بعض أعمالك مثلا؟ حكينا سابقا يعني أنه هي طبعا يعني بتجي في داخل اللوحة وليس بشكلها الصريح. العمل الفني هو ليس شكل صريح في التعبير عن فكرة ما، بشكل جمالي يجد له طريقة في التأثير على الآخر. يعني لاحظت كيف؟ طيب، يعني يلاحظ ربما يعني وقد تكون رؤيتي خاطئة يعني أنه الكثير من أعمالك الفنية لها طابع واقعي انطباعي، أو يعني تنتمي إلى الواقعية والانطباعية. نعم. وحتى الأعمال التجريدية لا تعالج قضية بعينها. أستاذ فؤاد، يعني يبدو أنه أنت تخطيت المحلية، خليني أقول، بعد أن خليني أقول نجحت فيها، ومن ثم إلى عتبة العالمية في أعمالك الفنية. أعمالك الفنية تحظى برؤية إنسانية أكثر ما بتكون رؤية محلية أو قومية أو إلى آخره. شو رأيك؟ يعني هي وجهة نظرك، لكن ممكن نناقشه شوي. لكن هذا الإنسان الإنسان مع التجربة، أو ليس الإنسان، الفنان المبدع، الفنان التشكيلي البصري، مع الزمن يبحث عن إشكاليات جمالية. يعني أنا بحط مفردة جمالية على اللوحة، بيجي فنان آخر بيقول هالمفردة جميلة وبيقلد المفردة الجمالية اللي أنا فيها. إذن هو أولا وأخيرا فن بصري. هذا الفن البصري يجب أن يعرف مفرداته بشكل جيد في التأثير على المشاهد. طيب، هذه المسألة ليست سهلة، يعني ليس بسهولة تشرحها لعامة الناس، لأنه العمل الفني يحمل بيئة الفنان اللي هو جاي منها كلون، لكن هو عنده بحثه الخاص عن المفردات الجمالية والإبداعية في العمل لإقناع الآخر. يعني أنت تركز على البيئة، وأرجو أن لا تشتم رائحة اتهام في السؤال لفؤاد قمو بأنه تتهم يا رجل، بأنه يعني لا يأخذ القضايا الرئيسية بعين الاعتبار في أعماله الفنية، ويكتفي بالبيئة وبال يعني خلينا نقول الأعمال الانطباعية الواقعية إلى آخر ما هنالك. شو رأيك أستاذ كريم؟ شو رأيك أنه البيئة ليست الإنسان؟ وبالتالي أنا لما أكون مخلص لبيئتي، ليش بيقول الفنان، أكررنا الكلام، ليش بيقول الفنان صادق مع نفسه؟ صادق مع نفسه شو هي يعني؟ صادق مع نفسه أنه ما بكذب يعني؟ لا لا، صادق مع نفسه أنه مخلص لبيئتي اللي أنا جاي منها. وبالتالي لما أكون مخلص لبيئتي، أنا جزء من بيئتي، وأنا هذا، وأنا بطرح جمالياتي والشيء اللي أنا قدران أفهمه بالطريقة اللي أنت شايفها الآن. تماما، يعني أكثر من 60 عاما أستاذ فؤاد مسيرتك الفنية، لكن هل يمكن القول بأنه صار لديك الآن بعد هذه التجربة الطويلة، الخبرة الطويلة في تصميم العمل الفني، في اللون، في البيئة وفي مكونات البيئة بما فيه الإنسان، أنه لديك ربما يعني خلاصة، لديك مانيفستو خاص بفؤاد قمو مثلا؟ يعني انا مثل ما بلاحظ اسئلتك، بدك تستمر في الاسئله القلقه. اخي كريم، انا الان كفنان لما بشوف لوحه لفنان تشكيلي، حتى لو مو شايف اللوحه ابدا، اعرف، استطيع ان اعرف انه هاي اللوحه للفنان الفلاني. ليش؟ لأنه عنده أسلوبه في الرسم، وبالتالي كل فنان مع الزمن بصير عنده أسلوب، حركة فرشايته، البقعة اللي بيعالجها، حجم اللوحة اللي عم يرسم فيها. فكل إنسان مفرداته، أقصد كل فنان مفرداته بتكون واضحة بالنسبة له، وبالتالي الناس بتعرفه من خلال مفرداته اللي بيرسمها. هذا هو يعني اللغز. يعني قد تكون لديك ربما يعني رسالة تريد أن توجهها للفنانين التشكيليين الذين عاصروك، وخاصة يعني الفنانين التشكيليين الذين هم من جيل الشباب. خليني أقول، أنت عندك يعني بمعنى ما أشبه بعصار تجربتك الفنية على مدار
أكثر من 60 سنة. يعني بدي أرجع على السؤال، يعني أنا مصر على هذا السؤال إنك تجاوبني. لما بدأنا في الجزيرة السورية من الستينات بالقرن الماضي، بدأنا كأطفال نتدرب ليلا نهارا ونشتغل ونشوف لوحات ونلتقي مع بعض، وكان هاجس كبير بالنسبة لنا. ربما تسألني كيف، ما فيني أقول لك بالتفاصيل الدقيقة كيف بالطفولة كنا نهتم بهالجانب هذا. وبالتالي صار عندنا كل فنان صار عنده أسلوب خاص الرسم. بشار عيسى لوحته معروفة، عمر حمدي لوحته معروفة، يعني مجرد ما بتشوفها بتعرف إنه هاي لوحة عمر حمدي، هاي لوحة عمر حسيب، هاي لوحة حسن حمدان، هاي لوحة سرور علواني، هاي لوحة رحيمه، هاي لوحة. صار عندهم أسلوبهم الخاص في طرح اللوحة. ليش؟ لأنه مفرداته، ملامس اللي بينقلها على اللوحة، هذه الملامس صارت تخصه، صرنا نعرفها، صرنا نعرف انه هاي مفرداته وهي، وبالتالي هو ضمن هاي المفردات يحاول في كل سنة ان يطور نفسه، يطور رؤيته البصرية، ويحاول يحصل على بعد اكثر جمالية من اللي كان هو عليه. على ذكر عمر حمدي مالفا، انتما كنتما اصدقاء، كيف يعني سجل، خليني اقول، عمر حمدي علامة فارقة في مسيرة الفن التشكيلي السوري ككل، يعني نتيجة العلاقة القريبة بينكم، وربما لديك ما تقوله ما لم يقله آخرون، ما لم يقله آخرون على عمر حمدي. جميل جميل. أولا علاقتي مع عمر حمدي طويلة جدا، تبدأ من الطفولة وحتى غادر سوريا، يعني على علاقة وثيقة معه. عمر فنان متمكن، يعني يجب أن لا تنسى أنه البدايات يجب أن يكون إنسان موهوب، يعني الموهبة لها علاقة في الموضوع، ليس فقط أنت متدرب على حرفة معينة، هذه ليست حرفة، هذا إبداع. عمر من النوع المبدع، موهوب، رجل موهوب، وبالتالي هو صقل موهبته ورسام واقعي جيد. وأنا أعرف بداياتنا كنا نرسم سوا في هواء الطلق، في المراسم نلتقي، ساي معارض. عمر فنان متمكن من واقعيته ويرسم تجريدي، ولما انتقل إلى النمسا اشتغل طبيعة صامتة واشتغل مجموعة أعمال. عمر منوع في الانتاج. عمر كان شخصية كتير مجتهدة، لكن لما بتجي بالمقابل على هو عمر تأثر بالمدرسة الواقعية الاشتراكية. يعني لكن بشار هو أوجد علاقات تشكيلية خاصة في البيئة الكردية، راقب البيئة الكردية. هو لوحة البشار، لوحة بشار هي لوحة كردية بامتياز. هذا مثل ما أنا بشوفه. يعني عمر حسيب كذلك، عمر حسيب يرسم نساء على التنور، كرديات، القرى، الحقول، لاحظ كيف؟ طبعا أنا كمان رسمتهم، يعني ما بعرف لوحاتي وين ضلوا اللوحات اللي في البدايات، أنا كمان مريت بهاي. طيب يعني أنت فؤاد قمول لديك أعمال فنية لا تقل عن أعمال عمر حمدي من حيث التقنيات الفنية، خليني أقول بشارة العيسى هكذا، ويعني فنانين، هناك فنان، يعني هناك أسماء أخرى فنية الآن موجودة في المشهد الفني. سرور علواني من الفنانين المهمين، سرور علواني مثل ما تفضلت، يعني أستاذ هذه المادة ربما لأكثر من 30 عاما. نعم، في جامعة سوريا. نعم، والجامعات العربية الأخرى. لماذا هذه الـ يعني حالة الوحش التي حققها عمر حمدي و عدت أعماله أعمال عالمية قبل أن تكون سورية أو محلية، على الرغم من أعمال فنية أخرى لك ولبشار عيسى ولغيركما أيضا، يعني أعمال فنية تتجاوز المحلية وتلامس العالمية؟ نعم نعم. في هون شيء هيك، في هون مسألة حلقة مفقودة، يعني نعم نعم، هي ليست حلقة مفقودة، واضحة المسألة. هناك فرص، فرص تأتي للإنسان، هاي الفرصة يلاقي نفسه فيها. يعني عمر مثلا تعرف على صاحب غاليري امريكي
أعجب بأعمال عمر وصار يشتري منه لوحاته كلها. ويعني الكتالوج اللي طبعه عمر الدولة كاملة ما بتقدر تطبع هاي الكتالوجات اللي طبعها عمر باللون وكثر ما مكلفة. مين عمل هذا الكتالوج؟ مين عمله؟ صاحب الجاليري دعم عمر ولوحاته وامكاناته. طبعا ما عم نحكي انه عمر بالاساس ما عنده شيء والامريكي سوا شيء، لا عمر بالاصل موهوب فنان وبالتالي اجته فرصه، والفرصه مهمه بالنسبه لاي قيمه انسانيه معينه. طيب استاذ فؤاد، يعني اجابه هيك سريعه شوي، ما بدنا نوقف عند هذا الموضوع كثير، قد يحتاج الى حوار خاص يعني حقيقه. يعني يعني انت نتيجه قربك من عمر حمدي، البعض يقول بأن عمر حمدي تخلى عن محليته، تخلى عن كرديته، تخلى عن ربما يعني عن الأشياء الملحقة لكل هذه الانتماءات، وبمعنى تبوأ العالمية لهذا السبب سوريا. لهذا السبب أنا أسألك، يعني هناك البعض من يسوق خليني أقول مثل هذه الاتهامات، شو رأيك؟ لا لا لا، عمر فنان متمكن من خلال إمكانياته الفنية ظهر، لكن جاته فرصة ظهر أكثر. لكن عمر لا يستطيع، عمر يعني تشوف لما بيرسم أمه، عمر لا يستطيع أن ينسلخ ميته. يعني أنت كفنان اترك فنان إنسان، كيف قادر أنت تنسلخ عن لغتك وعن بيئتك اللي أنت جاي منها؟ لا تستطيع، لا تستطيع. طيب خارج مسألة خارجة عن إمكانياتك العقلية. لأنه ليش؟ البيئة اللي بيتكون منها الطفل منذ السنوات الأولى في حياته هي المخزون الحقيقي في المستقبل أيضا. طيب سؤال، نعم، لماذا الآن لا أحد ولا أي طرف يتبنى أعمال عمر حمدي؟ هل هي نتيجة مواقف عمر حمدي حينها؟ عمر حمدي وقع في بعض أخطاء صغيرة، يعني لا كان بيحكي مع الأكراد بالعربي والكردي بتعرفه كإنسان يعني انظلم وانحرم من لغته. لما كردي يحكي معه بالعربي هو يسأله بالكردي، هذاك يجاوبه بالعربي. هو كان يحكي كردي ما؟ طبعا بيحكي رجل طبيعي كردي مثلي ومثلك، يعني إنسان كان يجاوبه بالعربي، فالأكراد تحسسوا من هالأجوبة يعني الغير منطقية. في أحد المعارض في دمشق قامها عمر حمدي، وكتبت الصحف السورية بأن عمر حمدي من بينما كتب من بينما قال يعني بأنه نحن كعرب وكفنانين تشكيليين عرب إلى آخر ما هنالك. هون المشكلة يعني أضافت إلى، هل هذا يعتبر مأخذ على عمر حمدي أم هو تأكيد على سوريته مثلا؟ يعني حين ذاك هم بشكل من الأشكال بدهم يأكدوا على عمر حمدي لأنه نعرف عالميا، بدهم يجيبوه على سوريا أنه هذا إنسان سوري وما بدهم ينبهوا على كرديته يعني، وبالتالي يستفيدوا منه يعني. وأنا لي مأخذ كبير على عمر حمدي. دقيقة، أنا لي مأخذ كبير على عمر حمدي. ليش أنت بدك تروح على مهرجان المحبة والسلام وأنت فنان معروف عالميا؟ شو بفيدك يعني؟ بروحوا بطلعوه بالتلفزيون السوري بوصفوه وتلفزيونات يعني وظفوا المسألة لصالحهم يعني لصالح السياسي. سياسة الصحف السورية كتبت بأن عمر حمدي قال كذلك، قال يعني بين قوسين. نعم. فإذا أنا أفهم يعني أنه أنت بمعنى تتهم الصحف السورية بأنها أخرجت حديث عمر حمدي حين ذاك عن سياقه. الغاية من البداية هيك كان لازم عمر يكون يعرف هذه المسألة، ما يطرط يروح يقيم معارض أو يشتغل يشترك في مهرجان المحبة والسلام. هذا كان يعني بقول لك. أما الصحافة شو بتقول والصحافة الشوفينية شو بتحمل المسألة، هم أحرار يعني. طيب، لمجرد إلقاء النظرة على كل أعمالك الفنية، ربما يعني لديك كلمة لم تقلها فؤاد كمو في ختام هذا اللقاء. أنا سأقول لك جملة وسأقول جملة ليست تخصني أنا بشكل خاص. أنا طلبي من الفنانين التشكيليين اللي بيشتغلوا في الفن أن لا يستسهلوا العملية بهالسهولة اللي هم فكرينها، يعني أن تضع مجموعة ألوان على اللوحة وتسميها تجريد أو تسميها كذا. الفنان يحتاج أن يكون رسام بالقلم الرصاص، أن يكون رسام واقعي، أن يكون انطباعي، أن تعبيري، وبعدين يختار مدرسته. هم يبدأ عمره صغير يبدأ مختار لحاله مدرسة معينة. لا، اشتغل في تجارب كثيرة وبعدين قرر. لما تنضج، لما تصير فنان حقيقي، لما يكون
علاقاتك الجمالية عارفها شو هي، مو تبدأ يعني من لا شيء وتقول أنا بدي أعمل لوحة. اللوحة مفهومة بالنسبة لنا، أنا لما بشوف لوحة سطحية بعرفها من أول لحظة. شكرا جزيلا للفنان التشكيلي الكردي السوري فؤاد قمو، شكرا جزيلا على حضورك الجميل وعلى كل الإجابات. شكرا عزيزي، شكرا كريم. مشاهدينا الكرام، دمتم بخير، إلى اللقاء.